هو انت ليه ما واجهتش؟ انت انسحبت علشان ضعيف، ولو انت قوي زي ما بتقول ليه ما قلت لهمش انهم وحشين قبل انسحابك؟ دي يا جماعه مجموعه اتهامات او اب بنسمعها وقت انسحابنا من علاقه معينه. لكن اللي لازم نعرفه ان مش لازم الانسحاب يكون ضعف، احيانا الانسحاب بيكون اكبر دليل على قوتك وعلى انك قادر تكون الشخص اللي انت عايزه مش اللي اتجبرت عليه. حد ممكن يسالني طيب ولينا ننسحب لما احنا قادرين نواجه؟ خلينا اقول لك، قرار الانسحاب بشكل عام عمره ما كان سهل، بالعكس ده اوقات كتير بيكون صعب، اصعب مما نتخيل، لان اللي حواليك وقتها بيتخيلوا انك ضعيف الموقف والحجه. وساعتها بيكون قدامك ثلاث اختيارات: واحد، يا اما تستجيب لانتصار نفسك ولنظرات الناس وتواجه، وساعتها لازم تعرف ان المواجهه ممكن تخسرك اللي قدامك، لان الخلاف وقتها بيكون عامل زي حلبة المصارعه اللي فيها كل طرف عايز يدي القضيه للتاني، لان اغلبنا ما عندوش ثقافه الاختلاف. الاختيار رقم 2، انك تنسحب انسحاب ذكي. اول حاجه انك تنسحب بهدوء، لان المواجهه والنقاش الكتير وقتها مش هيفيد، وده علشان تخرج باقل الخسائر. تاني حاجه، وده بيكون مع العلاقات القريبه اللي انت باقي عليها، اللي هو انا بنسحب علشان باقي عليك، انا بنسحب علشان لو اتكلمت هنزعل. وقتها انت بتفضل بقاء العلاقه على الانتصار لنفسك، وبعدها تختار وقت تاني تتكلم فيه بلطف بعتاب هادي. الاختيار رقم 3، الانسحاب للابد. وقتها بتنسحب لانك مش مبسوط، تعبت من العلاقه فمشيت من سكات، انسحبت علشان مليت من كتر المواجهه اللي ملهاش فايده، انسحبت عشان لو كملت هموت. وقتها المواجهه بتكون خساره ليك، وجع قلب على الفاضي معناه شطره في قلب الترابيزه. في الوقت ده الانسحاب افضل بكتير انك تعيش بلا روح. وعمر الانسحاب ما كان من موقف ولا اتنين، الانسحاب بيجي من نتيجه تراكمات كتير قوي، مواقف عرفتك انك في المكان الغلط ومع الناس الغلط. وفي كل موقف، في كل موقف عدى انت كنت بتقول معلش مرة وهتعدي، ما كانش قاصد، لحد ما بقى الموضوع اسلوب حياة فما بقتش قادر تتحمل. التراكمات قادر انها تعد اي علاقة ايا كانت حجمها. انسحابك في الوقت ده بيكون اكبر قرار صح قدام ناس ما بيحبوش غير نفسهم. استنونا بعد الفاصل. أوقات بنكون قاعدين في عادات ما بينك وبين جوزك، بينك وبين صاحبتك، أيا كان اللي قاعدة معاه، ويحصل مشادات فتضطر تقومي تنسحبي. يا ترى الانسحاب ده قوة ولا ضعف؟ أنا بالنسبة لي قوة، لأن حاسة لو كملت ممكن أخسر. أنا لو كملت في قاعدة فيها مشادة جدا ممكن أخسر، ممكن أخسر حياتي، ممكن أخسر جوزي، ممكن أخسر شغلي، فأنا بنسحب عشان ما أخسرش. يعني أنت بتنسحبي علشان باقي على اللي قدامك؟ عشان نفسي كمان، ما انا ممكن اقعد في قاعده يعني يحصل مشاده، ممكن انا اتهان، يبقى في اهانه ليا، لا انا انسحب احسن. الانسحاب ده اسمه الانسحاب الذكي، ان انت تكوني عارفه ان هيحصل مشكله دلوقتي وهتشتد، فانسحب بهدوء علشان الموضوع ما يتطورش. لكن في ناس تانية او الطرف التاني بيفتكر ان الانسحاب ده ضعف، او انت هربتي من الموضوع، او جبانه زي ما بيقولوا. لا مش جبني خالص، هو مش جبني خالص، انا لا اكيد، انا في حاجات انا في حساباتي، انا شايفه ان انا لما انسحب في الوقت دوت بالذات انا بالنسبه لي قوه. طيب لو انت قاعده في قاعده وحصل العكس، قاعده بتشدي مع حد في الكلام والموضوع احتد ما بينكم، راح اتخدب بعضها او خد بعضه وقام نزل ومشي، لازم احط نفسي في مكان اللي قدامي؟ ما انا في مكانه، انا عملت كده وسبته ومشيت. هي اكيد ليها حسابات برضو مع نفسها، يعني هي انا لو قمت كده في حسابات تانيه، لازم احط نفسي في مكانها او في مكانه. انا انسحبت ليه؟ بس يعني في النهايه نقول الانسحاب لما يكون ذكي قوه مش ضعف، مش جبن، مش خوف. احنا بننسحب علشان باقيين على اللي قدامنا، باقيين على اللي قدامنا، وباقيين على نفسنا، وباقيين على كرامتنا، ايا كان بقى الموقف. في كل المواقف لا، هو قوه مش ضعف خالص. مخطوبه؟ الحمد لله. طب حلو، لما تكوني قاعده مع خطيبك في قاعده وتحس ان الكلام احتد ما بينكم والنقاش بقى صعب،
واخدتي بعضك وانسحبتي، تفتكري الانسحاب ده قوة ولا ضعف؟ متهيألي على حسب الموقف، يعني في بعض المواقف بتستدعي ان الواحد ينسحب عشان ما يتخانقش اكتر، عشان المشاكل ما تزيدش، وفي مواقف تانية بيبقى الانسحاب ان انت ممكن ما يبقاش عندك رد او مش عارف تدافع عن نفسك فبتنسحب، دي تبقى مواقف ضعف. انما انت لو بتنسحب يعني عشان تنقذ الموقف اللي انتوا فيه وما يعني ما تخانقوش اكتر من كده، ده يبقى بقوه. يعني عايزه تقولي لي ان اوقات لما بتيجي تنسحبي من حياه اللي قدامك، او مش من حياته، من الموقف نفسه، اوقات بيكون ضعف فعلا، عندك حق، واوقات بيكون قوه، صح؟ تفتكري طيب لو حصل مشادات وانتي انسحبتي او هو انسحب، الطرف الثاني بيفتكر او بيتخيل ان الموضوع ضعف بالرغم ان انتي في مركز قوه، بس انتي بتنسحبي زي ما قلتي علشان انتي باقيه على العشره. صح مظبوط. وممكن لو هتكلم عن نفسي، لو هو انسحب انا ممكن فعلا افتكرها كده، او ممكن احس ان انت سبت الموضوع ومشيت، انت كده ما اديتلوش اهميه. بس في نفس الوقت الواحد بيرجع ويفكر لما بيهدى كمان، ولما بنتكلم مع بعض بعد كده بنفهم انه قد ايه الموضوع ما كانش له علاقه بقوه ولا بضعف، بس له علاقه بالسيطره على الموقف اكتر. يعني عايزه برضو تقولي لي ان انت ممكن تنسحبي من قعده علشان باقي على اللي قدامك. بالظبط كده، يعني ممكن يبقى ده اكبر سبب يخليني اقوم من قعده، ان انا باقي على العشره وعشان الكلام ما يعملش اي مشاكل اكتر من كده. بس غير كده الانسحاب ممكن يبقى فعلا ضعف، لو احنا فعلا انا هسيبك وامشي وهنسحب من المكان او من الموقف ده عشان مش لاقيه ازاي ادافع او اثبت وجهه نظري. ممكن الانسحاب ما يبقاش بحاجه فيزيكال ان انا هقوم من مكاني، ممكن الانسحاب ان احنا ناجل الكلام، ده في حد ذاته انسحاب برضه. بس في نفس الوقت بيبقى انسحاب قوه عشان انا فعلا باجل عشان ما اعملش مشاكل اكتر. ممكن لو اتكلمنا في فتره تانية او في وقت تاني يبقى احسن. لو قاعد انت وزوجتك في قاعده والنقاش احتد ما بينكم وحسيت ان الموضوع هيكبر، بتعمل ايه؟ بسيبها واقوم يعني. طيب تفتكر انك تنسحب من القعده ده قوه ولا ضعف؟ لا ده قوة طبعا، أنا في إيدي أعمل أكتر من كده، بس وقت ما الدنيا تبقى مشدودة قوي الأفضل إن الواحد يستنى ما الأمور تهدى بعد كده يتناقش بهدوء. يعني أنت عشان باقي عليها فبتمشي؟ أنا يعني الواحد هيبص على اللي عقله أكبر في الوقت ده بقى. يعني أنت عايز تقول لي غضبه وقت زي ده؟ يعني أنت عايز تقول لي إن مراتك عقلها صغير؟ لا مش قدام الكاميرا وبنصور تزعل منك؟ قول لي هي مصممة وهتشوف شكلي وحش. أنا بهزر معاك. طيب حتى بقول لك لو هي افتكرت إن الموضوع ده ضعف، لما بترجع بقى والدنيا تهدى تفهمها؟ ده اللي المفروض يحصل، أنا بعمل كده الحمد لله. طب وهي بتعمل كده؟ الستات دايما عندهم يعني الغضب لازم تخرج اللي جواها اول باول. ما ده دي طبيعتهم، بس برضو الواحد مننا لازم برضو يمتص الغضب ده في اوقات. انت راجل ذكي، ربنا يخليك بجد. تفتكر لو قاعد في قاعده مع مراتك او مع اصدقائك وحسيت ان النقاش ما بينكم بقى صعب واحتد وابتدى الموضوع يتطور وانت انسحبت من القعده، الانسحاب ده بنسميه قوه ولا ضعف؟ اول ما بنسحب. تعمل ايه؟ بناقش، بشوف الموضوع، بشوف الغلط وين. ولو الامور اتطورت وحسيت ان الموضوع هيحتد؟ هلا اذا في بيتي ما بحكيش حاجه، ما بقدرش اعمل حاجه. اذا في بيتي الموضوع، لو مراتك يعني؟ لا لا لا، يعني اذا اصحابي عندي. لو القعده في بيتك بقدرش احكي حاجه، ضيوف عندي ما بقدر احكي حاجه. عشان عيب وعشان الاصول؟ عيب طبعا، ما بصير. حتى لو الموضوع وصل لمشادات وابتدى الموضوع يبقى فيه مشاكل؟ لو ابتدى فيه مشاكل بحط الحق علي وبهدي الموضوع، لانهم ببيتي. لو برا البيت وحسيته انه يعني خلص بدهم يقتلعوا والموضوع واضح زي عين الشمس انه اللي بيحكوه غلط، لا بوقفهم بنتحدهم، ما بنسحب. مش بتنسحب؟ لا ما بنسحب، لا لازم يعرفوا غلطهم. الانسحاب سلبيه. بس اوقات انت بتنسحب علشان باقي على اللي قدامك، ما انت كده هتخسره لو الامور احتدت ما بينكم. احنا موجودين بالنهايه، بنقول انه الاختلاف وجهات النظر لا يفسد في الود والقضيه، نضل اصحاب. بس انت غلطان وانا انت بنظرك انا غلطان وانا بنظري انت غلطان. بس طيب ولو حصل ده في بيتك مع اهل بيتك زوجتك؟ لا بمتص. عند اهل بيتنا ونمتص بقى. بس هتتعب واحوالك هتتبدل. اتكلمنا في اول الحلقه عن الانسحاب بشكل عام. طيب ممكن حد يسالني امتى اخد قرار الانسحاب؟ انسحب بعد ما تخلص كل المحاولات، بعد ما تخلص كل المحاولات لتحسين الوضع الحالي. يعني بعد ما تعمل كل اللي عليك خلاص ما بقاش فيه فايده، انسحب. وعلشان تنسحب انسحاب امن لازم تعمل 6 خطوات. اول حاجه
اختيار الوقت المناسب، يعني ما تنسحبش في وقت انت غلطان فيه، ما تنسحبش في وقت انت فيه في موقف ضعف، ما تنسحبش في وقت هتفقد فيه حقوقك. رقم اتنين، لما تنسحب انسحب بهدوء وبدون مشاكل. رقم تلاتة، وانت بتنسحب اوعى تفجر في الخصومة، خليك اصيل في كل الاحوال وتحت اي ظروف. اوعى تكشف ستر، اوعى تفضح اسرار، اوعى تعاير او تجرح. دخلت في العلاقة باحسان، اخرج منها باحسان، وافتكر ان العلاقة دي زي ما شفت فيها الوحش شفت فيها كمان الحلو. رقم اربعة، توقع الاضرار، فكر في النتائج بعد الانسحاب، وضعك هيكون عامل ازاي، مش هتندم، مش هتزعل. اوعى تنسحب وانت مندفع، انسحب بهدوء وبذكاء، انسحب بعقل وبحكمة مش بمشاعر، لان المشاعر متغيرة. رقم خمسة، انسحب وانت ضامن انك هتبقى افضل، اوعى تتسرع علشان الرجوع وقتها هيكون مكلف، مش مكلف فلوس، لا، هيكون مكلف مجهود، شكل وكرامة وغيره. فانسحب وانت ضامن انك هتبقى افضل، مرتاح، هادي، تخلصت من حمل زيادة على كتفك. رقم ستة، اوعى تنسحب وانت ضعيف عاطفيا، لازم تكون واثق تمام الثقة انك هتقدر تاخد الخطوة دي، لازم تكون ضامن حماية نفسك من الانهيار بعد كده، رمم الشروخ اللي جواك قبل اي خطوة. في النهاية انا بنصحك دايما باختيار الانسحاب الذكي الآمن، حفاظا على نفسك قبل اي حاجة تانية. شكرا ليكم والى اللقاء.